خير الزاد. كن كالحسين عليه السلام، طاقة ريحان سبب في العتق. أنا جارية عندك طبقها على زوجتك. هذه الزوجة طوال العمر كم تعبت، كم طبخت، كم كنست، كم ولدت. نعم الآن أساءت في موقف، لا تنسى إحسانها. عطاء وهي خير الزاد، حكم فيها عطاء وهي خير الزاد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. المؤمن مظهر يحاول أن يكون مظهرا وتجليا للأسماء الإلهية. الآن اسم الفاطر، اسم الخالق، هذا مختص به، ولكن تخلقوا بأخلاق الله عز وجل. رب العالمين رحمن كن رحيما، رب العالمين ودود كن ودودا. ولهذا من صفات المؤمن أن له عاطفة متميزة، كما يعبر عن عاطفة جياشة. أمير المؤمنين يسمع أن ذمية اعتدي عليها في بلاد المسلمين، لا في الكوفة، في مكان ما من دولته. يقول مولانا عليه السلام: لو أن الإنسان مات من هذا الخبر لما كان عندي ملوما. هكذا عواطفهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولهذا إن رأيت مؤمنا جافيا، مؤمنا قلبه لا يلين. أنا أعلم بعض المؤمنين لا يتحمل منظر ذبح طير دجاجة، يرى منظر الدم هكذا يتألم، لأن الدم يدل على الموت أو القاتل. على كل، المؤمن هكذا أحاسيسه مرهفة. ولهذا المؤمن في علاقته مع الآخرين يراعي هذه الناحية إلى درجة، وصلنا إلى صلب الحديث، إلى درجة المؤمن يصل في مقام المودة للبعض أنه يقدمه على أقاربه، على قرابته. له أخ في الله وله أخ في النسب، ينظر إلى قلبه، حقيقة يرى أخاه في الله أقرب إلى قلبه من أخيه في النسب. وهذا المعنى ليس فيه مجاملة. لو كان في البحر غارقا أو سيغرق، أو هو خول له أن يستنقذ غريقا واحدا، رأى أخاه النسبي ورأى أخاه في الله، ويمكنه أن ينقذ واحدا، يقدم أخاه في الله. لما، ما هو الدليل؟ هل هناك أساس لهذه الحالة؟ قد تقول: هذا رحمك، رحمك بره، ولكن المودة لله ولأوليائه. أمير المؤمنين في كلمة حكمية رائعة، كل كلماته رائعة، يقول: القرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة. إن وددت أحدا في الله حتى لو ما كان أخاك في النسب لا يضر، كونك توده لله يكفي. ولكن القرابة بحاجة إلى مودة، ما الفائدة؟
أن يكون لك أخ وأنت لا تحبه، بل يتفق أنك تكرهه أو لا تبالي به. أخوك في بلاد الغرب مثلا، أخوك النسبي، يرجع بعد 10 سنوات إلى أرض الوطن، تستقبله استقبالا فاترا لا يهمك الأمر. ولكن أخاك في الله يغيب عن المسجد يوما يومين، تقول أنا مشتاق إلي. هذا الفرق بين الأمرين. كذلك من روايات هذا الباب، الإنسان قد يكون في قلبه مودة. اتفاقا أحدهم عوتب، قيل له أنت جافي، لا ليس لك مودة. جوابه كان أنا مودتي في قلبي لا أظهره. الآن خجلا، مجاملة، تكبرا، لا أدري. الإمام صلوات الله عليه، إمامنا الصادق المصدق، يقول رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه. ولهذا أمرنا في روايات أهل البيت أنك إذا أحببت إنسانا أخبره. طبعا لا في كل يوم، هذا تزلف، بين وقت وآخر تقول له يا فلان أنا أحبك، هذا المعنى مطلوب، وهذا المعنى نحن مطالبون في به، كما في الرواية قول الرجل لزوجته أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. بإمكانك بجملة واحدة تدفع عن نفسك الأذى، في قلبها شيء، في قلبها أمر، كلمة أحبك يذيب كل هذه الجبال. إذن إظهار المودة، التودد، أمر راجح. من موجبات جلب المودة، إنسان يتكلم الكلام الذي لا يقبل، كلام هكذا لا أساس له، لا تتكلم بما ينكره الناس. وإن كان حقا كلمات أهل البيت كثيرة، لا تتكلم ما تسارع العقول إلى إنكاره إلا في مقام اللزوم. يقول فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. رواية صحيحة، ولكن الطرف لا يتحمل. أذكر رواية صحيحة يتحملها، ما المانع؟ حدث الناس بمحاسن كلماتهم صلوات الله عليه. قد تقول رأينا بعض الكفرة، فاجر مع فاجر، فاسق مع فاسق، بينهما مودة، بينهما هكذا لطف، فهذا المعنى لا يختص بالمؤمنين. الجواب مودة الجهال متغيرة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه. إنسان نعم يعاشر أحدهم 20 سنة، زميل في العمل، بكلمة هكذا لا تعجبه يقطع علاقته. جار معه 20 سنة بموقف واحد يقاطعه. إذن مودة الجهال لا دوام ولا أساس لها. لنحذر من روايات الباب أيضا، في كل باب فصول مأخوذة من رواياتهم. إذا أحببت أحدا أظهر له المودة، ولكن لا يشغلك عن الحق. إن وجدت فيه باطلا لا يكون حبك له مانعا. ولهذا عن النبي الأكرم حبك للشيء يعمي ويصم. إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. كن منصفا، قل كلمة الحق ولو على من تحب. وأخيرا رواية طريفة في هذا المجال،
المؤمن ميله أن لا يكون مشهورا، أن يكون محبوب الملايين كما يقال، ليس هذا بهدف. بعض الأوقات المحبة مكلفة، الإنسان يقول يا رب يكفيني حبك لي، ما لي والناس، حب الناس إلى القبر، أنت في البرزخ والقيامة بحاجة إلى حب النبي وآله، وإلا محبة الناس لا تنفعك. يوسف دخل السجن سنوات طويلة في السجن، في يوم من الأيام السجان قال له إني لأحبك. جمال يوسف، جمال يوسف في قصر زليخاء ما زال في السجن بل بقي، الجمال هو الجمال، الكمال هو الكمال، نبي معصوم كيف لا يحب؟ قال السجان إني أحبه. قال ما أصابني إلا من الحب، أنا مشاكلي كلها من الحب، خالتي أحبتني سرقتني، الآن سرقته يعني مثلا في فترة من الفترات أخذه أخذته، وإن كان أبي أحبني حسدني إخوتي، حب والدي لي أوقعه في غيابة الجب، وإن كانت امرأة العزيز أحبتني حبستني، حب زليخا كلفني، حب والدي كلفني، حب خالتي كلفني. سأل الله عز وجل أن لا يجعلك مشهورا إلا فيما يحب. ولهذا لعل هذا المضمون في الروايات، المؤمن الخمول له أشهى من الشهرة، أن تكون له علاقة متميزة برب العالمين والناس لا يعرفون ذلك، هذا أحب إلى قلبه. يا أحمد في حديث المعراج إن شئت أن لا تعرف لا تعرف، كن هكذا في سبيلك مع الله ومع المؤمنين. إلهي بحق أوليائك وبالصالحين من عبادك اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلاة. Oh.